أين من كانت هجرته لدنيا شملت كل شيء في الدنيا، ثم عطف للخاص على العام، لأن المرأة من الدنيا، عطف للخاص على العام في قوله أو امرأة يتزوجها، فالدنيا هي شاملة للنساء ولكل شيء، لكن خصت النسوة بالذكر لأن الأشخاص قد يبذلن فيها مهج، وكما قال الرسول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ممكن أنت رجل حليم وعاقل ومتزن تبتلى بمرأة ناقصة عقل ودين تحيرك حيرة ما لها نهاية. أنت العاقل الرشيد، أنت العاقل الرشيد تقف هذا الموقف وتصبح مختل عقليا، مرأة تذهب بك يمينا وشمالا وتجري وراءها وتتمنى أنها تبتسم لك، وبعد أن تتزوج انتهت الدنيا. فخص قوله أو امرأة ينكحها بماذا؟ من العطف الخاص على العام. انتبه يا شيخ محمود، يقول الشاعر ماذا تعرف البيت ده، ولا انا ما اضبطش الشعر ضبطا جيدا، وقد مضى علي زمن والناس يستشفعون به، فهل لي الليلة فهل لي الغداة إلى ليلة شفيع. يعني الناس كلهم يستشفعوا بها كي يعني أشفع لهم في قضاء مصالحهم، وأنا عند الناس ذو وجهة، لكن ابتلي بحب واحدة اسمها ليلى، فبيدور على واحد يشفع له عند ليلى حتى ترضى عنه ليلى. يا محمد ابن رمضان وإياك أعني واسمع يا شر. نعم، أنا ما ذكرتش الأخير الذي لي عرفت، تفضل. عفو.